السلام عليكم. زميلكم بشار الزعبي، هندسة مدنية سنة رابعة من فريق السيفل تيم، راح أكون معكم إن شاء الله في سلسلة شرح كورس هندسة الزلازل. قبل ما نبدأ بهندسة الزلازل وشرحها، لازم نعرف كم شغلة عن الهندسة المدنية بشكل عام، ثم عن هندسة الزلازل. الهندسة المدنية طبعا لما بلشت علومها تتطور، هي ما أجت يعني بالصدفة، هي أجت نتيجة أخطاء كانت قديما بالبناء، نتيجة يعني نقدر نحكي لها إنه نتيجة كوارث صارت بالماضي، تمام، مما أجبرت العلماء على البحث والتطوير بالعلوم إلى ما توصل إلى عصرنا الحديث. لو نرجع قديما لأيام زمان، إنه يعني أيام زمان بحكي لك تقريبا ما قبل الخمسينات، لما كان البناء يعتمد على الحجم والوزن، تمام، حتى يعطيهم نوعية ومقاومة للمخاطر والكوارث الطبيعية بما يتناسب مع قدراتهم. يعني مثلا نأخذ نظرة بسيطة على المباني الأثرية، تمام، والمباني القديمة نوعا ما. يعني نروح مثلا للمباني الأثرية وهي الأكثر شيوعا، نقدر نحكي إنه مثلا على القلاع الموجودة في عمان، نشوف إنه الحجر الواحد من الجدار الواحد هناك إنه بده رافعة حتى تحركه، وهذا الكلام مش موجود وغير مقبول حاليا، يعني بالبناء غير مقبول حاليا، تمام، إلا إذا كان فن معماري. بس إنشائيا لا، إنشائيا من ناحية إنشائية ما إله داعي إنك تكبر حجم أو وزن، لأنه السترينث، تمام، اللي إحنا بنعتمد عليه حاليا هي عكس اللي كانت موجودة سابقا. العلم واحد ولا يتنافى، يعني كيف أقول لك، ما في عندنا علم يتعارض مع العلم الثاني، لا، العلم تقريبا واحد بس يتطور، ولكن إيجاد الطرق الحديثة كانت ممكن أنها تكون أفضل، هي يعني مؤكد أنها أفضل من الطرق القديمة، تمام، بس ما بتتعارض معها، تقريبا نفس الفكرة ولكن بطرق مختلفة ونظريات مختلفة. العلم واحد زي ما حكينا، مش انهم هم كانوا غلط، لا، هم كانوا ما في عندهم تطور، ما في عندهم الاشياء الموجودة. احنا كل العلوم ساعدت بعضها لحتى تطلع بهذا الناتج اللي موجود في عصرنا الحالي. زي ما حكينا، كانوا يعتمدوا على الوزن والحجم لحتى تنطيهم النوعية والجودة اللي كانوا بدهم اياها. احنا هسه حاليا علمنا، لا، بحكي لنا انه نخفف وزن بالمباني، طبعا نخفف وزن، نقلل حجم، نستفيد من أكبر مساحات، ما نخلي عندنا مساحات ضايعة، ما نحط إشي ما إله لازمة. في كثير مباني عندنا أشياء وعناصر ما إلها لازمة أبدا، بس معماريا أجبرنا أن نحطها لأنه هيك بتطلب الانفستور بشكل عام. نحكي شوي عن هندسة الزلازل قبل ما ندخل بأرقام والحسابات وشغلات. هندسة الزلازل طبعا هو عبارة عن علم، احنا متفقين انه علم، بس علم بدرس ايش؟ بدرس سلوك وتصرف المبنى او المنشأ بشكل عام تحت تأثير الزلزال. لا ننسى انه الزلزال هو عبارة عن راندوملي، عشوائيا، وحركته أوسيليتور، يعني موجية أو اهتزازية نقدر نحكي لها، تمام. طبعا الزلزال هو عبارة عن قوة، نتائجها يعني ناتجة عن شو، تمام، ناتجة يعني عن إلها أسباب حدوث الزلزال وإلى آخره، راح تطرق عليها كمان شوية، بس أول بأول. طبعا أنا معتمد اللي هو الهانداوت تبع الدكتور أمجد، اللي هو هذا ممكن تلاقوه بالبوك شوب، تمام، وأنا قاعد بشرح لكم أول بأول منه، بنطيقوا الأشياء اللي بتلزمكم أول بأول، والباقي إن شاء الله راح نكمله من الملخص اللي احطناه للمادة، وإن شاء الله راح تستفيدوا أول بأول. طبعا
زي ما حكينا، الزلزال هو عبارة عن قوة تنتج من باطن الأرض، نتائجها تظهر على سطح الأرض اللي إحنا بنلاحظه. حكينا إنها عبارة، القوة هاي عبارة عن راندوملي، تمام، واهتزازية السوليتور. طبعا أكثر إشي بنعتمد، إيش أكثر إشي يعني، هو الإشي اللي بنعتمد عليه في دراسة الزلازل هي عبارة عن probability approach، يعني الطريقة زي ما بنحكي الاحتماليات، أو يعني رح نلجأ للإحصاء بالأخير، رح نرجع للإحصاء لحتى نطلع قيمنا وأرقامنا، لأنه إحنا عندنا أكثر شيء مجهول هو عبارة عن الدايركشن، تمام، للزلزال والماجنيتيود قيمة الزلزال، لأنه هذا إشي بحدث بالصدفة، ما بتتوقع متى بحدث، ما بتتوقع قيمته، ما بتتوقع اتجاهه. فأنا راح نروح للطرق الإحصائية والاحتمالات لحتى نقدر إنه نعمل أناليسز، تحليل وديزاين، تصميم للستركتشر أندر سيزميك لودينج، يعني تحت تأثير أحمال الزلازل. طبعا ممكن نروح للصفحات الثانية، بحيث إنه راح نعتمد على طرق الإنيلاستيك أناليسز والإلاستيك أناليسز، تمام، تحت تأثير اللودينج أنلودينج، يعني لما نصير نعرض العنصر بشكل عام للودينج، بعدين نعمل له أنلودينج، لودينج أنلودينج، لحد ما نصل نتحول من حالة الإلاستيك للأنيلاستيك، تمام، منه بتزيد الدكتايل للمبنى، تمام. طبعا هذا اللي كنت أحكي لكم فيه، تمام. هاي في عنا احنا هون دياجرام يبين لنا لينير إلاستيك ستيج 1 لودينج انلودينج، يعني لما اعمل له لودينج بيعمل لي ايش، اكستنشن، تمام، امتداد يعني بسيط، تمام. اللودينج بده يرجع لوضعه الطبيعي، تمام. برضو في عنا لينير في بعض المواد الثانية، يعني هاي ممكن نعتبرها الستيل، تمام. هذا للكونكريت تقريبا، انت روح شوف ستريس سترين دايجرام، يعني هون ايش كاتب لك انا هون بيست اون ستريس سترين دايجرام، تمام. لما تشوفوا للستيل تقريبا منطقه الالاستيك، يعني الالاستيك هي عباره عن لينير قبل منطقه اليلدنج الخضوع، تمام. كانت طبعا هيك تكمل الرسمه، هي هيك هيك، تمام، لحد ما تصل للفيلير الى اخره، بس احنا اخذنا منطقه الالاستيك اللي هي كانت لينير الالاستيك. النون لينير الالاستيك طبعا فيها هون مواد كثيره بتكون لها نون لينير مثل الكونكريت، طبعا بميل بسيط جدا يعني، تمام. الان الاستيك، تمام، ان الاستيك ابروت اور دايجرام، تمام، الماتيريال هاي طبعا او البيهيفير يعني بشكل عام، بس نتعدى منطقه اليلدنج، تمام. لما يعمل انلودنج برجع بتشوه بسيط، تمام، بتشوه بسيط. طبعا هذا الفرق بين الإلاستيك وان إلاستيك بيهيفير. طبعا متطلبات يعني requirements، تمام، requirements للتصميم لمبنى مقاوم للزلازل، انه good ductility, good energy dissipations, good self-centering capacity of the structure. يعني good ductility، تمام، يعني اللي هي بنقدر يعني المادة نحكي لها ductile، يعني مرونة عالية، تمام، بي good energy طاقته dissipation، يعني قوة طاقة الطاقة الموجودة فيه، تمام، تحمل قوة الزلزال. good self centering capacity، يعني يعود إلى وضعه الطبيعي بعد زوال الزلزال، هذا معنى good self centering capacity of the structure، يعني إنه بعد ما يزول تأثير قوة الزلزال إنه يرجع لوضعه الطبيعي بأفضل حال.
طبعا في كثير معلومات يعني من خلال الصفحات هاي، بس انا ما راح اتطرق لها لانها يعني اغلبها تعتمد على الحفظ والفهم مع الدكتور يعني بالمحاضرة. يعني الدكتور راح يصير يحكي لكم افتح الصفحة الفلانية مع الصفحة الفلانية، وراح يمشي لكم معكم خطوة خطوة سنة من طيب يعني عصف ذهني يعني من المادة. طبعا أسباب حدوث الزلزال، أسباب حدوث الزلزال تمام. طبعا التكتونيك موفمنت اللي هي يعني 90% من الزلازل are generated due to tectonic movement، يعني حركة الصفائح الأرضية 90% هي المسبب الأساسي للزلزال تمام. Volcanic activities اللي هي النشاطات البركانية، كيف كولابس انهيار الكهوف الأرضية، natural and man-made explosions. طبعا يعني طبعا ايش معناتها هاي، انه جريان المياه الجوفية داخل الأرض تمام. طبعا بحكي لك انه بسبتمبر 11 سبتمبر 2001 تسبب جريان المياه الجوفية داخل الأرض الى حدوث زلزال قيمته 5.2 تمام على ريختر سكيل والفيلينج ريزيرفوس تمام. طبعا هسه يعني شرح بسيط للبليت تكتونيك ثيوري، انه بنعرف انه احنا هسه القشره الارضيه تمام تتراوح من 10 ل 15 كيلو متر داخل الارض. طبعا هسه بحكي لك متى يحدث الزلزال. يحدث الزلزال when the stored energy increased to do levels that the frictions forces cannot hold the plate boundaries together. يعني هسه ايش بحكي لك، انه لما تزيد طاقة تمام المخزنة عن الليفل يعني المستوى المخزن داخل طبعا البليت الصفيحة عن قوة الاحتكاك بين الصفيحتين، يعني هاي صفيحة بدنا نحكي مثلا وهاي صفيحة لنحكي انهن ركبات على بعض زي بهذا الشكل، بياتن قوة احتكاك، اذا زادت الطاقة بهذا البليت تمام عن قوة الاحتكاك البناتن اكيد راح تتحرك صح. وهذا بقول لك انه sliding along this boundary takes place a phenomenon known as elastic rebound تمام. بحكي لك انه راح تتحرك الصفيحة واحد من الصفائح او الصفيحتين لحد ما تاخذ ايش موقعها الجديد وتفرغ. طبعا تفريغ الطاقه هذا بنتج عنه ايش زلزال تمام. يعني هاي تقريبا البليت تكتونيك ثيوري، طبعا راح ينشرح لكم على الخريطه هاي المناطق الزلزاليه وخطرها تمام. طبعا راح احكي لكم على الـ seismic strain waves elastic rebound release the stored energy in forms of seismic strain waves in all directions تمام. انه راح احكي لك انه الـ waves تبعت الـ او الطاقة بشكل عام اللي ناتجة عن الزلزال راح تتحرك، يعني موجاتها راح تتحرك بجميع الاتجاهات الناتجة عن مين، عن الـ elastic rebound releases اللي هو لما تتحرك الصفيحتين عن بعض خلال اللي هي بتتحرك راح تعتمد عنها ايش الويفز. هاي الويفز ناتجة عن مين، عن تفريغ الطاقة الموجود بالبليت حد ما ترجع تاخذ وضعها الطبيعي وتستقر في مكان. طبعا the strain waves are classified into two main groups، يعني هسه ايش بحكي لك، انه عندنا هذول الويفز الموجات تمام نقدر نصنفها ل two main group، يعني ل مجموعتين أساسيات the body waves and surface waves تمام. the primary waves B waves fast سريعة تمام اللي هي horizontal تمام بشكل عام هيك تأخذ تمام حركتها oscillator. shear waves أو ال S waves هي أصلا بطيئة جدا بتطلع بشكل عمودي تمام. هسه طبعا difference of speed used to estimate the distance تمام، يعني نقدر نتوقع احنا ايش المسافة. طبعا surface waves relay waves او B waves
and loop waves اللي هي S waves تقريبا نقدر نحكي نفس الاسم تماما. طبعا هذا هاي منطقة الإلاستيك ريبوند، هاي تمام الإلاستيك ريبوند، هاي ستريسز إجهادات تعرض، طبعا هاي بحالة الريلاكس تمام، الريلاكسد يعني وهي وضعها الطبيعي تمام، بصير في عندي إجهادات شد بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه نتيجة اللي هي نقدر يعني نحكي إنه الإنرجي تمام، إنرجي لما تزيد الإنكريز إنرجي بصير في عندي إجهادات تمام، هون بصير عندي منطقة الإلاستيك ريبوند تمام. في عندي طبعا هذا الجهاز عبارة عن سيزموغراف، سيزموغراف طبعا بربط بين SA تمام على G طبعا والتي. ايش SA على G؟ بيك جراوند اكسلريشن تمام، يعني لو في صورة لقدام تشرح اكثر. هاي تمام اللي هي بيك جراوند اكسلريشن تمام، هذا تمام هو نفسه هذا هاي، بس انه هون بنورجيكم ايش هو الجهاز اللي هو سيزموغراف تمام، مخطط الزلازل. هذا هو عباره عن نفسه الستيشن هذول طبعا، يعني اقل تقريبا يعني ستيشن عدد ستيشن لحد ما اميز السورس تبع الزلزال هو 3 ستيشنز، كل ما زاد عدد الستيشن كل ما زادت الدقة في تحديد موقع الزلزال. وهذا بين لك انه هون في عندي ستيشن هون ستيشن هون ستيشن، حدد موقع الزلزال انه عن منطقة التقاطع بين الثلاث ستيشن او السيركل او يعني المجال اللي بتغطيه الستيشن الواحدة بتقاطع مع كل ستيشن ثانية، قدرنا نحدد اللي هو السورس تبع الزلزال. وهذا هو نفس الستيشن موجود هون، اساسه بصير في عندي حركة بزي بندولية تمام، وبصير يرسم طبعا الورقة هاي بصير تمشي وهو برسم تمام، هو على رأسه زي هيك، يعني في عندي هاي زي هيك تمام، على رأسه ايش؟ على رأسه زي إبرة عليها حبر، طبعا مع الحركة بصير تمشي هيك والورقة بتمشي على أساسه ايش؟ بصير يرسم المخطط هذا تمام، هاي المخطط تمام. الواي اكسس تمام هو عباره عن اكسلريشن تمام، بيك جراوند اكسلريشن بي جي اي اللي هو اس اي على جي تمام، طبعا تحت تاثير الجاذبيه الارضيه تمام. هون تايم، هون تايم تقريبا يعني هاي الاشياء الحفر تمام. هون نقدر ندخل بالاشياء اللي ممكن نبلش فيها فهم شوي، طبعا كل الحكايات كلها هذا عبارة عن تمهيد مش منطقته حقه كامل تمام، بس بدكم تتابعوا مع الدكتور كثير كثير، لازم تتابعوا مع الدكتور لانه بيجي سؤال من 10 لـ20 علامة على مادة الحفظ والفهم، انا بسميها مادة فهم لانه السؤال يعتمد على الفهم اكثر من الحفظ تمام. بدكم تتابعوا مع الدكتور تفهموا جيدا ايش بيحكي، وتسجلوا ملاحظات على الملخص وتحاولوا تترجموا كل كلمة وتفهموها. ما انطتها حقها صراحة، لانه يعني مهما يعني وصل بالفهم للمادة ما راح نوصل لحد الدكتور امجد بشكل عام او اي دكتور مع احترامي لهم يعني، بس خليتها انه انطتكم عصف ذهني يعني عنها عن ايش بيحكي تمام. وان شاء الله ان شاء الله ما راح نقصر في اي شيء ثاني من الاسئله تمام. هسه بشكل عام اتفقنا انه الايرثكويك راح نرمز له باي كيو تمام، الايرثكويك راح ينتج عنه فورس، هاي الفورس لما يتعرض لها المبنى راح تنطيني تمام. هسه بحكي لكم شيء ما بقدر اشرحها الا اذا رسمت و يعني وضحت لكم ايش معناها. انا في عندي بلان
او يعني سطح بيت انا برد عليه ايش من التوب فيو. حلو، اجي ضربه الايرث كويك بهذا الاتجاه. لما ناخذ السايد فيو له بغض النظر كم كانت الطوابق، هذا قدام بنفصله اكثر، تمام بهذا الشكل. يعني وين اصلا هو بالاصل؟ هاي الجراوند ليفل. كان عندي هون السورس للزلزال، لو بدي اربط بين السورس للزلزال والمبنى اللي انا بدي ادرسه راح يطلع. طبعا احنا حكينا ايش الويفز راح تطلع بجميع الاتجاهات، مش حكينا الويفز ان اول دايركشن؟ طيب لو بدي اربط بينها وبين المبنى، تمام راح اكمل هاي هيك 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 لحد ما توصل اول ركن من المبنى. طبعا راح تتحلل اشي على افقي اشي على عمودي. اخذ الجوينت هاي لحالها، نعمل فري بودي دايجرام. هاي الجوينت هاي نسميها سي. ايش بده يتعرض لها؟ اول اشي بده يتعرض لها الافقي ايرث كويك، تمام ات اكس. طب خلينا نحكي هي هون ايرث كويك ات واي اكسس. طب بالمقابل ايش راح اللي هو راح يقابلني، تمام او راح يعمل لي سترينث مقاومه له. طبعا هاي اول شيء، اول شيء راح يعطوني القاعده، تمام البيز و الفريكشن فورس او الكونتاكت فورس، يعني بين القاعده والارض، تمام بما انها الارض رف رفنس، يعني هي عبارة عن عفوا مش رفنس، يعني هي عبارة عن رف خشنة، تمام والقاعدة برضو خشنة، راح نتيجة لما تيجي بدها تعمل انزلاق راح يقاومها الشير فورس، تمام عفوا اللي هي فريكشن فورس، تمام والبيز برضو نفس الاشي راح تقاومها. طب من فوق راح يجيني ويت اوف بيلدينج، يعني وزن المبنى. الويت اوف بيلدينجز طبعا مهما كانت قيمه الايرث كويك مقارنه بالويت اوف بيلدينج، يعني الويت اوف بيلدينج اكبر بكثير من الايرث كويك ات واي. سو اجنور ايرث كويك ات واي اكسس من حسابها بتاعها. بصفي عندي ايرث كويك ات اكس والبي شير، يعني بالاخير راح تتحول هون ايش لشيء اسمه الفي اور الفي اللي هون بين قوسين اللي هي بيز شير، الشير او القوه القص المعرضه لها القاعده في بيز. في بي طبعا هاي اسمها من بيز قاعدة. طيب زي ما حكينا هي راندوملي. طب اعتبر انه هذا المبنى كان هون، يعني بده يجي بزاوية 90. هسا انا الاحتمالات بتصير وين؟ بيجيني بزاوية ولا بيجيني بخط مستقيم ولا بزاوية غير منتظمة، مش 45 مثلا، جاني بزاوية 30 37 57 72 81 110. بغض النظر اي زاوية راح يجيني، بغض النظر اي زاوية راح يجيني، انا هسه هون بدوري ايش اعمل؟ تمام ايش حكينا راح نلجأ لطرق الاحتمالات صح؟ طيب بس انا الاحتمالات انا راح اخلص، بدي امشي من
زاوية صفر زاوية 90 ميل أخطر، لا معناته أنا ما بمشي بهاي الطريقة، تمام؟ ما بمشي بهاي الطريقة، لا بروح بحكي إنه بجيب هذا المبنى لذيت عليه سايد فيو، عرضت له إيرثكويك لنقول بزاوية 45، نحط قيمة لها لنقول إنه 4000 كيلو نيوتن. لما نيجي نحط على واي، يعني نيجي نحلل على واي، 4000 طبعا هي نفسها هاي الزاوية، هي نفسها هاي الزاوية 45، يعني الكوساين يساوي الساين هنا بهاي الحالة، نحكي إنه هاي كوساين 45 وهاي 4000 ساين 45، 100% راح تقلها القيمة، يعني 4000 ساين 45 هي عبارة عن 2828 كيلو نيوتن، وهي نفسها 2828 كيلو نيوتن. طب هاي قلت وهاي قلت، طبعا شو صفر؟ صفر عندي ايش؟ انه 4000 اكبر من هاي اكبر من عنده، هاي اخطر صح؟ طب لا احنا ما راح نروح بهاي الحاله، راح نروح نحكي انه 4000 هاي بما انها الاسوأ احطها على اكس، راح احطها على واي بدون ما اضرب بالزوايا، يعني اعتبر انه المبنى اجته القوه مش مايله، اجته القوه ايش؟ بيربنديكولار، يعني متعامده مع المبنى. لو حطيت هون 4000 وهون 4000 100% انها اكبر تمام من هاي القيمة، وهاي أكبر من هاي القيمة. So إذا هاي الأسوأ إنه تعمل إيش؟ تعامد perpendicular between earthquake force and a building. يعني اللي عرفنا إنه أو نحكي actually إن X in Y or inclined between X and Y directions. طب أنا إيش أعمل هسا؟ V at X equal V at Y تمام، ده أعمل إنه هاي القوة اللي أجت هون نفسها هاي القوة اللي أجت هون، بالتالي هي الحل الأخطر من إنه نكون إيش عاملينها إنكلاد. بس أكتشولي هو فعليا تمام أو بواقعية إنه راح تيجي على X يا على Y أو بتوين بيناتهم، يعني بين هاي بين X وبين Y، يعني بزاوية ما اللي بزاوية صح، بس أنا حكيت إنه الحل الأخطر إنه تكون إيش بيربنديكولار على X أو على Y. طيب طبعا هذا احنا اخذنا سايد فيو لشير وولز، اس اتش اللي هي شير وولز اسم، يعني قدام راح نوضح لكم ايش معنى شير وولز. احنا بشكل عام هسه في عندي شيء اسمه الاستيفنس تمام، الاستيفنس او السترينث بشكل عام، هسه يعني سترينث هسه هون هذا الشير وول صح، انضربت عليه الايرثكويك او فرضته بهذا الاتجاه فالاستيفنس تقريبا تساوي زيرو، تمام؟ بس إن ضربته بهذا الاتجاه لا الاستيفنس إلها قيمة، موجودة. ليش؟ احنا شو بنرجع احنا بالسترينث؟
لو نرجع شوي إلى استاتيك والمقاومة، مقاومة المواد، نعرف إنه المومنت اوف انيرشيا هي عبارة عن سترينث، صح؟ اي اكس اكس لو نحكي لها هي بي اتش، عفوا اي اكس اكس هي عبارة عن بي اتش تكعيب على 12، صح؟ او اتش بي تكعيب على 12 لما نعكس المحاور. طب لنعتبر انه هاي بي وهاي اتش، صح؟ بهاي الحالة هي اتش في بي تكعيب بالعادل، بي هاي يعني تقريبا اكبر شيء لها 0.35، يعني 35 سنتي، تمام؟ ما في يعني ما في 35 سنتي، هو جدار ضخم، هو عبارة عن جدار ضخم، تمام؟ اغلب بيجي ما بين 0.25 الى 0.30 يعني، بس اذا كان مبنى كبير ويستاهل يعني محرز نحطه 0.35، حتى 0.35 يعني ضخم ضخم كثير كمان يعني. حكينا انه 0.35، طب لما يكون عرض الجدار، طبعا هذا الجدار تمام بشكل عام هو بنعمل له 3D وهيك اصلا موجود، يعني احنا قاعدين ندرس هاي المنطقه بغض النظر ارتفاع، ارتفاع ما بيهمني، هي هون تيجي الارثكويك، تمام؟ يعني اذا اجت هون يعني معناته احنا هون نشتغل، هي هي يعني قاعد بضرب هيك هي. طب ان اجت هون هيها او بالنص الى اخره هي بشتغل. طبعا ايش راح يقابلني؟ راح يقابلني محاور المقاومه، هاي اكس وهاي واي. بهاي الحالة اللي هو الاتش او العمق للوول، تمام، هو البي يساوي بي بهاي الحالة، والبي اللي هون اللي انا حطيتها هون هي تساوي برضو بي تساوي اتش في هاي الحالة، انه لما اضرب من هون يعني بالاخر انت اخذها منطقيا، تمام، مرة بتاخذ المحور المقاوم من هون، مرة بتاخذ محور المقاوم من هون، بتشوف مين بنطيق مقاومة على اوريدي، يعني راح تنتكال. ليش؟ لانه عندك الاتش راح تتكعب، تمام، والبي راح تنضرب فيها زي ما هي، يعني بصير 0.35 في اتش تكعيب، تمام. طب بهاي الحاله لا، 0.35 تتكعب، يعني 0.35 قليل جدا الرقم، تمام، مقارنه بالاتش لما يكون بالامتار وهاي بجزء من المتر. فاكثر شيء راح نعتمد عليه بالمقاومه هو عباره عن هذا الجزء، تمام، لما نفرض انه زلزال راح يضرب بهاي المنطقة وبكون بهذا الشكل. لذلك كيف احنا بدنا معناته نحدد على المبنى انه كيف يعني كيف تتوقع انه بده يضرب بهذا الاتجاه ولا بهذا الاتجاه؟ لا، بروح ايش قايل؟ انه انا بشوف قديش عندي بيس شير على الاكس وعلى الواي، وبشوف قديش القيم لازم، هاي الحسابات اللي قدام راح ندخل فيها يعني، تمام، بس بالاحرى انه بجيب المبنى بهذا الشكل، صح؟ هسا القوة اللي راح تضربني على الاكس هون هاي في عندها الواي. هسا شو بسوي؟ هاي راح تضرب هون، صح؟ بروح بحط لها جدار استنادي بهذا الشكل، هون جدار استنادي بهذا الشكل، بغض النظر وين البوزيشن تبعه، تمام؟ عشان لما يجي يضرب الزلزال يكمل طريقه. طبعا هاي راح ياخذ جزء، راح يمشي، تمام، راح يمشي على هذا الاتجاه هذا الاتجاه اللي احنا ايش حكينا، انه بنطيني اعلى مقاومه، هاي اعلى مقاومه هون بي صغيره اتش كبيره تكعيب على 12، طبعا بنطيني اكبر مقاومه هاي. طب لما يضرب هون لا، صار ايش العكس، شو بروح بسوي؟ بروح بحط عليه كمان جدار استنادي بهذا الشكل، شير وول كمان بهذا الشكل، تمام، هذا برضه راح يتوزع انه جزء عليه وجزء عليه من هذا ومن هذا. هيك بكون اضمنت انه الشير وول، تمام، راح يتحمل قوة الزلزال، تمام. طبعا هسه اليو بي سي احنا راح نشتغل على اشي اسمه يو بي سي كود، تمام.
طبعا الكود اعطانا مناطق، تمام، حسب المناطق احنا راح نشتغل. مثلا والله اذا كان زلزال في معان، في صلت، في جرش، في عمان، في عجلون الى اخره، راح نقسم احنا مناطق، تمام. بس نورجيكم جزء بسيط، تمام. انا على ورقي اوضح من ورق الدكتور. طبعا هاي يعني لازم يكون كل طالب تجيبه من البوك شوب، تمام، موجود. زي ما حكيت لكم المناطق اللي هي اللي هو الزد، تمام، بهمنا. طبعا هاي كمان بالجدول بتهمنا بس لقدام، يعني مش بمادة المد. طبعا اس اي سيزمك كوفيشنت، و سيزمك كوفيشنت الثاني سي في، تمام، برضو هاي جدول برضو كذا في امر. احنا نطول الزد من هون. هذا المابس تاعت جوردن، تمام، يعني خريطة الاردن، تمام، مقسمة الى اماكن. هاي في عندك منطقة 102A 10 برضو هون 32B، حلو. لما اروح مثلا والله صارت بمنطقة الزرقاء، بدنا نفاول عليهم انه اجت صارت بمنطقة الزرقاء، هي الزرقاء تقع ضمن ايش؟ ضمن 2A، صح؟ بروح هون بحكي والله 2A كم الزد لها؟ هي بوينت 15. والله صارت بمنطقة عجلون، عجلون هيها، هاي عجلون، هاي نقطتها. لما تيجي تمشي مع هذا الخط كامل، هيو تمشي مع 2B، بروح على 2B. طبعا عشان يكون عشان تكون بالصورة، امتحان المد الفصل الماضي جاب لنا في ناس اخذوا عجلون وفي ناس اخذوا منطقة ثانية ما بعرف، في الاغلب انها كانت العقبة او اشي زي هيك، مادبة او رويشد، يعني ما بعرف ايش يعني النموذج الثاني، بس النموذج تبعي كان عجلون. اغلب الطلاب راحت حطت عجلون، فكرت عجلون انها ايش؟ الثري، منطقة الثري، وراحت كملت على الحل، تمام، انه منطقة الثري، صح؟ منطقة الثري هي، لا هي اصلا 2B، هيها 2B، امشي مع النقطة، هي عجلون، هي النقطة تبعتها، امشي مع 2B. فهذا كان يعني اغلب الطلاب خربطت فيه، وديروا بالكم كثير 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 انه الخريطة هاي، تمام، حاولوا جيبوها واضحة 100%، لأنه السؤال كان عليه 12 علامة وخسروا الطلاب، أغلب الطلاب خسرته من هاي الشغلة، إنه حطوها تصنيفها 3 وهي أصلاً 2B، لأنه اختلفت عنا الزد، وباقي الإجابات كانت غلط كاملة، لأنها اعتمادها على الزد، تمام، والسي اي والسي في. هاي الخريطة راح نشتغل عليها إن شاء الله، تمام. الجداول زي ما حكينا هي وراء، راح نتعلم اللي هو زي ما بنحكوا له اللي هو ريسبونس سبيكتروم، تمام، او سبيكترا. فبنصير نعرف نرسم ان شاء الله المخطط هذا اللي هو ديزاين سبيكتروم، اللي هو دايجرام، وفي له حالات محددات، وان شاء الله راح نبلش فيه بهذا الوقت بإذن الله. طبعا هذا بس انه يعني ضروري جدا انه يكون مع كل طالب عشان نقدر يحل. طيب نشوف هسه بشكل عام، بشكل عام زي ما حكينا قبل شوية، شو احنا شفنا السيزموغراف، تمام، وهو برسم، صح؟ نرجع شوية لورا مكان ما كنا نحكي، وهي السيزموغراف هو برسم. احنا روح شو سوينا. طبعا الجزء اللي هون هو عبارة عن ميرور مع الجزء اللي تحت، ليش؟ لانه بيطلع برسم وبينزل، بينزل بينزل، بيطلع وبينزل، بيطلع وبينزل. احنا رحنا نصفنا، تمام، المنطقة هاي، اخذنا الجزء العلوي واشتغلنا عليه، شو صار يرسم؟ المنطقة هاي، المنطقة هاي، المنطقة هاي، المنطقة هاي، تمام. هاي اجيت انا وين؟ هون بهاي المنطقة اخذت الجزء العلوي. طبعا هو عبارة عن ميرور مع الجزء السفلي، ما بلشت من الزيرو،
ليش؟ لانه اصلا انا يعني لما بلش هو يرسم ما كانت القيمة زيرو، ما كانت القيمة زيرو، يعني ما بلش يرسم من القيمة زيرو. حلو. طبعا بلش يرسم. في عندنا طبعا يعني بين الدراسات والخبرات والتستات اللي عملوها العلماء انه اعلى قيمة للزلزال عند 0.7 من الثانية الاولى، 0.7 من الثانية الاولى، زي ما حكينا كمان برضو قبل انه اللي هو العناصر المكونة لهذا الدياجرام هي عبارة عن بيك جراوند اكسلريشن، تمام، اس اي على جي، والتايم التايم الجي اللي هي جراوند اكسلريشن 9.81 متر لكل سكند سكوير، واس اي اللي هي جراوند اكسلريشن دورينج ذا ايش ذا ايرثكويك. جميل. طيب هسا نرجع شوية ولا خلينا نشرح هاي بعدين نوضح فكرة. هسا هون هذا الشكل هو عبارة عن إيش؟ عن idealizations، تمام، diagram. راح حكي لك إنه بدل الحركات الموجية هاي بعمل خط مستقيم ينصف هاي وينصف هاي، بعمل إيش؟ linear. هاي برضه نفس المنطقة، هاي في عندي التوب وفي عندي مناطق صغيرة أقل من التوب وإلى آخره، يعني المنطقة هاي يمكن تساوي المنطقة هاي لو مديت خط يعني من هون لحد هون، المنطقة هاي تساوي المنطقة هاي. فهو إيش عمل؟ هايو مد خط، استثنى المنطقة العليا واستثنى المنطقة اللي هون، استثنى مد خط من هون لحد هون، تمام، وهذا برضه نزل بهذا الشكل. هاي سي في على تي، هاي منطقة تي إنيشال، تمام، اللي هو الزمن الابتدائي، تي فاينل، تمام، اس اي هاي يعني هذه عناصر الدياجرام، هاي منطقه اس اي بدايتها و 2.5 اس اي هون، تي نوت بتبلش فيها، تي فاينل هاي قيمته سي في على تي، تمام. طبعا هسه لو بدي اشرح لكم شغله انه اغلب هسه احكي لكم شغله نرجع شوي لورا. لهم حكينا انه على الواي قبل شويه انه على الواي ما لها تاثير بالنسبه لوين؟ لا اكس، بس على اكس هسه ايش بتعمل لي؟ اول شيء اول عنصر راح تضربه تضرب القاعده، وعلى القاعده موصوله مع مين؟ مع الكولوم، صح؟ طيب ليعتبر انه طول الكولوم دي ارتفاعه وهاي اف، ايش بده يعمل لي عند الجوينت هاي؟ يعمل لي مومنت، صح؟ المومنت ات جوينت لنحكي او، هيها او ايكوال دي مضروبه في مين؟ في اف اللي هون في البيز، في بيز، وهاي اتش كولوم ارتفاع العمود. طيب هاي دخلت لجوا، يعني شوف كيف الجسر هذا العمود انضرب لجوا عمل مومنت بهذا الاتجاه، صح؟ ايش بده يصير في هاي المنطقه؟ بده يصير وزن هاي المنطقه بيركز وين؟ يعني هاي كامله بتركز ويت، صح؟ بده يضرب وين؟ عند المنطقه هاي، هاي المنطقه ايش بده يصير فيها؟ هاي دي وهاي فورس جاي وزن اللي هي نتيجه ويت، تمام، اند لود يعني بلس لود من المبنى، مع الدي هاي ايش بده يعمل لي؟ كمان بده يعمل لي مومنت، صح؟ بده يصير بهذا الشكل، وهذا بده ينزل بهذا الشكل، يعني ايش بده يصير؟ بده يصير في عندي فيلير. الفيلير هذا نتيجة شو؟ اغلب، ها شوفوا كيف، اغلب الفيلير اللي بتصير بالمباني عند حصول الزلزال هو عبارة عن جوينت فيلير، جوينت فيلير يعني عبارة عن انهيار بمناطق التشريك. طيب ليش؟ لانه ما في تقريبا يعني يقول لك ما في كواليتي 100% بالتشريك عند الجوينت، تمام، هي منطقه ضعف هون حاليا التشريك، يعني بالاخير الفني اللي راح يشتغلها 100% راح يخربط وراح يعني يصير في عنده اغلاط لانه هو بشري، حتى لو انه بالتشريك بالتربيط بالحديد نفسه
بالكونكريت بظروف الصب في إلى آخره، إلا ما يصير في عندي أخطاء وما تتنفذ 100% صحيح، تقريبا هذا بيأثر علي عند حدوث الزلزال. يعني failure is in structure is a joint failure تقريبا، يعني ناتج عن اللي هو سوء مش سوء، عفوا سوء التنفيذ. طيب هسه زي ما حكينا انه هذا المخطط اللي هو ديزاين ريسبونس سبيكتروم، تمام. هسه تقريبا يقول لك انه دي ار اس اللي هو ديزاين ريسبونس سبيكتروم is a draw for a city and a specific type of soil. يعني هذا نرسمه باعتماد على السيتي، المنطقة اللي أنا بدرس فيها الزلزال، تمام، على المبنى، تمام، ونوعية أو تصنيف التربة الموجود فيها. طبعا هسه عشان نعرف أكثر، تمام، أنواع اللود اللي هي عبارة عن static load and dynamic، تمام. طبعا هاي كلها أسئلة راح يسألكم إياها دكتور بالمحاضرة، يعني إنه شو الفرق بين الستاتيك لود أند دايناميك لود. الفرق بينهم اثنين إنه دايناميك لود فانكشن وذ تايم، تمام، عبارة عن متغير بالاعتماد على الزمن. ممكن يكون إذا كان تسارع مع الزمن يزيد السرعة، تمام، يزيد الفايبريشن تبعها، الدايناميك تبعها مختلفة، احتمال انها تكون كانت سريعة وتباطأت، يعني مثل هبوط الطيارات، تمام، على المهابط بشكل عام بالمطارات. بأول شيء بيعمل فايبريشنز امباكت فاليو بين عجلات الطيارة مع المطار نهضة تبعها، بصير في يعني احتكاك حرارة إلى آخره، vibrations between يعني العجل، تمام، والمهبط، تمام، نتيجة الهواء الموجود داخل العجلات تصير في عندنا vibration، تمام، لأن الوزن بده يضغط الهواء شوية، تصير في عندنا vibration أولها، بعدين تصير تتباطأ أول في أول، إلها يعني علمها الخاص بها. بس إحنا بنحكي إنه بأمثلة إنه مع الزمن راح تقل السرعة، راح يقل load إلى أن يتحول إلى إيش، إلى static load. طبعا من أهم الأمثلة اللي موجودة عندنا إحنا بالمباني هي عبارة عن wind load والearthquake. الearthquake كيف إنه هو dynamic load؟ لأنه مع الزمن، يعني أول إشي أول 3 ثواني 4 ثواني نحكي هيك، إحنا قاعدين يعني زي تعليل، إحنا نقول أول 4 ثواني 5 ثواني إنه بيكون قوته عالية، بعدين إيش بتنهبط إلى أنها تختفي، صح؟ إذا هذا function with time، يعني هو كانت قيمته عبارة عن function with time، إنه بعد time راح ينتهي، ما راح يظل عبارة static load. static load بالمباني أغلبها إنه يعني والله شوف هذا المبنى، حطيت هون جدار استنادي، تمام، حطيت هون soil عند هذا الحد، هاي soil، soil هاي ثابتة، صح، constant. إذا هذا إيش constant، يعني مع التايم لقدام هو بظل ثابت، تمام، زي السويل هاي، بغض النظر ان اجت مية ولا ما اجتش مية الى اخره، لانه هاي مية كمان برضه راح توقعت فترة طويلة الى اخره. فاللود اللي هون عبارة عن static load، hydraulic static load، يعني هاي اللي هون ناتج عن المية موجودة جواتها، فهذا بتحول لستاتيك. اما الرياح تيجي فترة بتروح فترة، تيجي فترة بتروح فترة، earthquake برضه بتروح فترة الى زمن محدد وبتنتهي. طبعا انا الفيديو يعني بدي اخليه لل 55 وانهي، يعني اذا لزم الامر، اذا لزم الامر، يعني مش شرط انه اخليه لل 55، مع الاغلب اني راح انهيه على ال 50 لانه تقريبا حكينا بكل شيء، تمام. بس هسه الرسم للديزاين ريسبونس سبيكتروم، تمام، يعني لقدام شوية، ما راح أنطيكم كل التفاصيل تبعته حاليا يعني بالفيديوهات، ما راح أنطيكم لقدام إن شاء الله، إن شاء الله. طبعا خلص جماعة، إن شاء الله راح نكمل بالفيديو الثاني عشان ما أطول عليكم، يعني يكون الفيديو لطيف خفيف، تقدروا إنه يعني تحضروا ما تضايقوا كثير من الوقت. ف
فإن شاء الله أي استفسارات أي شيء بإمكانكم تسألون على الفيسبوك، على يعني على رابط هندسة الطرق والجسور، أو على الإيميل الشخصي، يعني إن شاء الله راح يرفق مع الروابط تبعت الفيديو بإذن الله تعالى. أتمنى إن شاء الله إنه أي انتقاد أي شفته أي شيء بالشرح مش فاهمينه إنه إن شاء الله تتواصلوا معي، وأنا إن شاء الله بحاول أفهمك إياه بأبسط طريقة، ويعطيكم ألف عافية.